كان نفسي قوي يعني، انا بحب اللعب وبحب على طول دايما رجلي تبقى في الملعب. انا مقتنع ان طول ما انت رجلك في الملعب وبتلعبي اي حاجه بعد كده هتيجي، سواء بقى فلوس، سواء ان انت اسمك هيعلى، سواء منتخب، سواء يعني في حاجات كتير هتفتح لا لك. وكمان من ناحيه تانية يا كابتن بقى خلاص السن مجرد رقم يعني، ما شاء الله يعني بتشوف دلوقتي لعيبه متالقه جدا في الملعب، عندنا طبعا كابتن وليد سليمان، عندنا كابتن احمد فتحي، صح وانت طبعا يا كابتن ده يعني حقيقي، ربنا يخليك. فده ده حقيقي، لا السن دلوقتي فعلا هو رقم، طول ما انت قادره تجتهدي وبتعملي اللي عليكي والناس مش حاسه ان انت يعني في مشاكل بدنيه في الملعب، لا تقدر تكمل لغايه ما انت تقدر تحدد الوقت المناسب بالنسبه لك ان انت تعتزل. وعندنا زي ما انت قلتي امثله كتير لعيبه، يعني احنا دلوقتي لو جينا اتكلمنا على احسن لعيبه في مصر هنلاقي اللعيبه الكبيره لعيبه مؤثره في انديتها وعامله مواسم كبيره وخبراتهم طبعا بتفرق معاهم. ف يعني زي ما انت بتقولي الموضوع مساله سن، في لعيبه صغيره عندها مشاكل بدنيه وما بتقدرش تكمل السيزون كامل ان هم يقدروا يلعبوا ماتشات ورا بعض. فهو الموضوع كل واحد ومقدرته يعني. طيب ما فيش لاعب تحت قياده مستر مانويل جوزيه لما كان بيتكلم على عظمته في التعامل مع اللعيب على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي، ليك كده كواليس معاه تفتكر حاجات معينه اتعلمتها منه او مواقف معينه ليك مع مستر مانويل؟ لا كتير، حاجات كتير الحقيقه يعني. مستر مانويل مدرب كبير ومدرب عمل حاجات في الكوره وغير حاجات في الكوره جوه مصر كتير، وغير كتير في شخصيته وعقليه اللعيب المصري لا يعني علمنا حاجات كتير جدا يعني. انا مش هنسى طبعا انا كنت لسه صغير وطالع، فانت عارفه اللعيب الصغير دايما بيبقى محتاج العامل النفسي، ده مهم طبعا جدا. مستر مانويل شاطر في الموضوع النفسي ده بشكل كبير، بيقدر يتعامل مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس جدا، ويقدر يتعامل مع كل واحد على حسب شخصيته عشان يقدر يطلع من كل واحد اقصى حاجه عنده. دي كانت حاجه مميز فيها جدا، كنت مهما بلعب وممكن يجي عليا ماتشات مش موفق او عندي اخطاء عمره ما انتقدني، وده كان حاجه مميزه بالنسبه لي جدا. لان انت زي ما بقول لك عارفه اللعيب الصغير لو انتقدتيه على طول او حطيتيه تحت ضغط ممكن ما تقدريش تاخدي منه حاجه، لان هو اوريدي ما عندوش خبرات. دي قدر يساعدني فيها بشكل كبير جدا، كان على طول كلامه معايا ايجابي، على طول بيتكلم معايا ان انا يعني اقدر اتعلم واقدر ابقى موجود في النادي لفترات كبيره واقدر ابقى من احسن المدافعين في النادي، يعني على طول كلامه معايا ايجابي الحقيقه. اتعلمت طبعا منه حاجات كتير زي ما بقول لك، هو مدرب عبقري، مدرب طور الكوره بشكل كبير في مصر. يعني انا حتى بستغرب جدا من اوقات كتير الناس بينتقدوه او بيقولوا ان هو كان معاه جيل مش هيتعوض، دي حقيقه كان معاه لعيبه كويسه كتير، بس هو قدر يتحكم في اوضه اللبس وقدر يتحكم على اللعيبه دي، لان برضه سلاح ذو حدين لما يبقى عندك لعيبه كبيره كتير، يا انت تقدري تتحكمي فيهم ككوتش ان انت تقدري تتعاملي مع الناس كلها بشكل كويس وتقدري تدخلي جوه الناس دي ان ما عندهمش مشاكل سواء العب او ما العبش، وفي نفس الوقت ممكن يعمل لك مشاكل لو ما قدرتش تتحكمي فيهم يعملوا لك مشاكل، اللي ما بيلعبش يقدر يعمل لك مشاكل تبدا الفرقه تبوظ. فهو كان شاطر جدا في الموضوع ده. متفهم.